مات واحد ظل واحد. فر هؤلاء من منطقة مثلث الموت واللجات، حيث المعارك آنذاك بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام، ليستقر بهم الحال هنا في مخيم المرجي بريف درعا الشمالي. أوضاع مأساوية في المخيم وسط غياب تام للمنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات اللازمة علها تساعدهم على تحمل مآلات النزوح. احنا هسينا بفصل الشتاء ومعظم السكان لا يوجد لديهم اي مادة للتدفئة، وبنطالب بنقطة طبية او مركز صحي للمخيم. الخيم متشققة هنا، والأمطار الموسمية تزور المخيم بين لحظة وأخرى، مما يزيد معاناة النازحين في مواصلة العيش بتلك الظروف. المراكز الطبية هي الأخرى، تبعد عن المخيم قرابة 8 كيلومترات، مما يشكل عائقا كبيرا أمام النازحين. بس عبارة عن عازل شادر بس حاطينه مشان يقينا من البرد والشتاء، لا في تدفئة، لا في غذائية، لا في أي شيء، لا في مركز طبي. أقرب مركز طبي يعني بعد عنا 10 كيلومتر. وثاني شغلة أنه الأرض ما هي مخدمة، أرض كلها زراعية مو مخدم عليها طريق على المخيم لا يفوت. أن تهرب من مناطق الصراع في سوريا لا يعني أن تجد الحياة سالكة أمامك، فالمعاناة مستمرة والسبل متقطعة، بيد أن المدنيين يبحثون عن أمل يتشبثون به، آملين بنظرة الإنسانية إليهم أو عودة قريبة إلى ديارهم آمنين.